في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعقد ورش عمل لوضع الآليات وتحديد الأولويات التي تشكل تطلعات برنامج عمل الحكومة 2019-2022، وذلك خلال الملتقى الحكومي 2017 والذي عقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر ومبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. انعقد اليوم الاجتماع التنسيقي لمحور الأداء الحكومي بحضور الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء المعنيين. اجتماعات سيرت مضامينها ضمن نطاق محور الأداء الحكومي الذي يأتي ضمن سلسلة محاور هامة يحتويها الملتقى الحكومي بطبعته الثانية. اجتماع الجهات الحكومية لوضع أولوياتها والتأكيد على التحديات التي تواجه هذه التحديات، الفرص الموجودة ضمن المشاريع والأولويات وأهميتها في برنامج عمل الحكومة، مناقشة طبعا المسؤولين في الجهاز الحكومي لهذه الأولويات راح تؤكد أن فعلا يكون هناك يعني نتيجة كبرى في تصب في مصلحة المواطن. احنا اليوم نستكمل ورش العمل اللي وضعت من أجل الانتهاء للوصول إلى برنامج عمل حكومي يصب في مصلحة المواطن بالتأكيد. في هذه الورش يتم الاتفاق بين الجهات الحكومية على وضع الاتفاق على السياسات اللي في الآخر ستوضع تحتها مبادرات بالتأكيد تحسن الانتاجية، تحسن طريقة العمل في الجهات الحكومية، وبالتالي أكيد بينعكس على الاقتصاد وبينعكس على المواطن. خلف هذه الأبواب يستمر عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية المولدة لجملة من الأفكار القيمة التي سيستعان بها لبناء معالم الصورة المتلالية التي سيكون عليها برنامج عمل الحكومة. نقاشات موسعة اجتمعت على ضرورة سير المبادرات والسياسات ضمن خط واحد يتجه نحو تطوير الخدمات الحكومية لتحقيق طموحات المواطنين، لتقف العين الرقابية لجودة تلك الخدمات المقدمة داعما حقيقيا لرؤية إمضاء ذلك على أرض الواقع العملي. مشاريع والمبادرات كثيرة، ميزة هذا الاجتماع أن كل الأطراف على طاولة واحدة، كلنا قاعدين نناقش الأمور المتعلقة كلنا بحسب مؤسسته، شلون ممكن يكون في نوع من التكامل بيننا، كيف ممكن يكون العمل المشترك اللي بيننا، ويكون في نوع من الفهم لطبيعة عمل كل مؤسسة. طبعا الأداء الحكومي جدا مهم في تقديم الخدمة للمواطن، تسهيل الإجراء على المواطن في الوصول للخدمات، زائد حتى المستثمر يستفيد من الأداء الحكومي. طبعا ناقشنا مبادرات تعزز الشفافية والرقابة، زائد رفع كفاءة الأداء الحكومي ومؤشرات قياس هامة لمعرفة الأداء وموضعه. مهم جدا أن جميع الأطراف اللي لها علاقة تشارك في وضع الخطة لتطوير الأداء الحكومي، فطبعا الآراء والتطلعات لما تضع بشكل متكامل توصل إلى تحقيق الأهداف بالطريقة اللي المفروض تكون فيها، لأن الجميع يكون مشارك والكل يتبناها، وتكون يعني فيها إحساس بالمسؤولية، لأن أنا وضعت الخطة ذي فهي يعني تبني للمشروع. رؤوس عناوين أدرجت تحت محور الأداء الحكومي وضعت في مرمى أفكار الماكثين في محيط فحواها التي تمحورت حول رفع كفاءة القطاع العام وتعزيز الإبداع في نفسية الموظف الحكومي لرفع إنتاجيته، إضافة إلى دعم الجهود الرقابية وتفعيل أكبر لمبدأي المساءلة والشفافية في تطبيق الإجراءات الحكومية، فضلا عن تحسين التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الحكومي وصولا إلى تبني التقنيات والعلوم المستقبلية التي تفرزها العولمة بين الحين والآخر.